فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما معنى ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟ يعني لا يخافون الله، إنما يتظاهرون للناس ترك المحارم عند الناس، فإذا خلوا عصوا الله عز وجل وانتهكوا المحارم، فهم يخشون الناس ولا يخشون الله سبحانه وتعالى. نعم.